الله يجيبها مشاحة الشمال زيت بدون تعليق. أما الإعلام دوزام والمغربية واصبر هاد الديرة الواكش تعرفوا باين لا واحد المسلسل يقولوا له خلود خلود تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ أنا قريته غير في الجرائد راكو تتبعوه ولا لا؟ إن شاء الله إلا راكو تتبعوه. كيتبعوه الكبار والصغار التلاميذ كل شيء راه كيتبعوه يتبعوه لقطة بلقطة. واحد يهضر مع الصديق نتاعي في التليفون قال له عندي ديك القضية قال له لا اسمح لي باش نضرب لك خلود خلود وضرب خلود ما قدرش عنده حاجة ما قدرش يزيد يكملها لأن خلود جات خلود في جهنم. أتسعى لكي تسارع إلى أن تخلد في النار ويكون ذلك على حساب المنادي ينادي للصلاة؟ ونرى تلاميذتنا وأبناءنا وبناتنا إذا جاء هذا المسلسل وأمثاله من المسلسلات المكسيكية والمسلسلات التركية المدبلجة بالدارجة كيراك دايرة أليخاندرو بغيتك أخي مينا تقريب الدعارة والدعر والعهر من الشعب. يا لطيف يا لطيف عندكم الخبر واسمو تكلمت المواقع هذه المرة والصحف عندكم الخبر ولا ما عندكمش؟ راكم ما قريتوا الزعماء كاع في المواقع وكل شيء كل شيء المواقع اه؟ انتحار زيد انتحار طفل عنده تسعة سنين انتحار طفل تسعة سنين منين منين من واحد القرية تاع ولد الطالب في الإقليم تاع اليوسفية مشى وانتحر. فلما جاء الدرك وقام باستفسار المعنيين بالأمر يسأل عن السبب قيل له لقد تأثر بمشهد من مشاهد المسلسل حينما تم أنا ما نعرفش إعدام هذا ولا انتحاره فقام بنفس العملية فانتحر تأثرا بحبيبه وقدوته التي أراد الإعلام أن يصورها لشبابنا. أين قدوتنا في محمد؟ أين قدوتنا في صلاح الدين؟ أين قدوتنا في العلماء؟ في إمامنا مالك؟ في الرجال؟ في المجاهدين؟ أين قدوتنا؟ راقصة أو لاعب كرة؟ إن المقابلات حينما تجرى خاصة بين الريال والبرصة تتوقف الحياة في المغرب. أنا نحكي لكم على وجدة كل شيء في القهوي ويتفرج الخشوع حتى ولو حزبه البول ما استطاع أن يذهب لقضاء حاجته مخافة أن تفوته لقطة في الكرة. يا سلام واحد من السيدرة عندنا مات شهيد نتاع الريال جاي تيريها رولاندو تيريها فوق الحط ومات. تعرفوا من نكون غادي للخدمة مع الصباح نشعل الراديويات قلت واخا التلفزيون راه كرهناه كرهنا نشعل الراديو ونبقى نفوت في هذوك القنوات ولا كيسميهم كيسموا الاذاعات ياك اذاعه شاده واذاعه اصوات واذاعه كزيد مدينه اف ام زيد حسن جدا زيد ها نبقى نسمع غادي نسمع مزيان هذا الموضوع الاول علاه ما نتكلموا الكره مشكله كبيره جايبين الخبراء وتناقشوا علاش منين جا ضربها منا وفات منا يا امي انت علاش منين دلها هاك ما دلهاش هاك الخطط والاستراتيجيات ابن عمي مشكله كبيره وقع في الدنيا لان ذيك الخطه نتاع ذاك المدرب ما نجحتش لان كان يخص ذاك الربعه يدفعوا لتحت والخمسه يردوا اللور وحداش يطلعوا للسماء يا امي انت اقلب القناه الاذاعه الاخرى واسمو تصير الاخرى الرياضه الكوره واقلب الاخرى واسمو تصير كيديروا البيتزا الماكله لك شي تاع الماكله الكره الماكله اللي مورها واسمو الاغنيه اغنيه ماكله والكره الغنم لا النغم النغم ولا القلم ولا المعدات هذا هو باش تهتموا انتما هذا هو الاعلام اللي ربنا العقليه الاسلاميه يا لطيف يا لطيف يا لطيف انه قد اوصل ابناءنا الى ما يشبه الهستيريا بل الى ما يشبه الادمان المعنوي واحيطكم علما ان الادمان المعنوي اشد خطوره من الادمان المادي فكثيرا ممن يدمن على المخدرات
وهذه الأقراص المهلوسة لهو أيسر في العلاج ممن يصيبه الإدمان المعنوي اللي كيكون مدمن على المسلسلات ولا الكرة والله وخات نغزو كاع بالبوشية ما يقول لك هذا الخشوع كيديره في الصلاة حاشا ومعاذ الله قول لي بعد واش قاعد يصلي هو يقول الله أكبر والأخر يقول كما قال واحد دار رابورتاج واحد البلاد قال له كان يديروا الأذان في التلفزيون ولا في الإذاعة والفريق نتاعو سجل إصابة وذيك الوقيتة تاع الأذان قال له إن شاء الله تعالى حان موعد أذان صلاة العصر هدف هدف لا أذان لا أذان لا هدف هدف ألغى كاع الأذان لا هدف هذا واش من أذان هذا فألغى الأذان لأن الهدف فالهدف أولى من الأذان يا الله ولذلك أقول لكم بسرعة إن الله تعالى حينما أرادك أن تنقذ نفسك وأهليك من النار أراد أن يبدأ بتصحيح تصورك وتصحيح التصور إنما يكون بالاعتماد على مرجعية القرآن والسنة ولكن